Les élèves de la première année bac, bonsoir. Alors, من بعد الخبر ديال الوزارة على التوقيت ديال الامتحانات عرفنا أن لي ريجيونو ولا الامتحان الريجيونال غادي يكون في سبتمبر، غادي يكون في شهر تسعود. الوغ عندنا واحد شوية ديال الوقت باش نخدمو مع بعضياتنا. وآش غادي نخدمو مع بعضياتنا؟ دابا عارفين أن غادي تكون الدروس ديال قبل الكونفينمون. الوغ الدروس اللي دايرينهم كلشي التلاميذ ديال الريجيونال ديال قبل الكونفينمون هي لابواط ميرفي. الوغ دابا غادي نركز معاكم على لابواط ميرفي. هاد العشية غادي نخدم معاكم لو ريجيونال de la première année bac, la boîte à merveille, le régional, de 2014, de la région de Tanja. Alors, le régional, je vais vous donner un régional de la بني ملال خنيفرة. دابا غادي نخدم معاكم الناحية ديال طنجة، غنخدم معاكم كاع لي ريجيونو، كاع النواحي فين تلاحوا لهاد الامتحانات غادي نخدمهم معاكم باش تكون عندكم فكرة. ومن بعد مرة غادي نشرح لكم لي شابيتر دو لا بواط ا ميرفي. الوغ دابا غادي نخدم ريجيونال ديال 2014، لان ريجيونال الاول اللي خدمت معاكم ديال 2019. الوغ دابا غنخدم معاكم ريجيونال 2014. الوغ عندي في القسم خدمت مع الدراري والبنات تقريبا شي خمسة ديال لي ريجيونو في الدورة الأولى، خمسة ديال لي ريجيونو خدمت معاهم لا بواطا ميغفي لو ديغني جور دا كونداني اي أنتيغون. ألوغ ملي عندنا دابا غير الدروس ديال الدورة الأولى، الدروس الأولى اللي قبل الكونفينمون، ألوغ غادي نركزو على لا بواط ميغفي. غادي نشرح لكم النص ونشرح الأسئلة ونعطيكم الأجوبة. ألوغ سويفي موا. الوغ هنا درنا ريجيونال ريجيونال بروميير اني باك، باردون، ريجيونال بروميير اني باك لو تيكست. غادي نشرح لكم لو تيكست اللي فيه لالا زبيده كتعاود لراجلها سي عبد السلام اللي جا في الليل، لان السي عبد السلام عرفنا حنا كيمشي مع الفجر ما كيجي حتى لمورا العشاء. فاش جا مورا العشاء باش يتعشى ويستراح وينعس، زبيده كتعاود ليه على الخصام اللي وقع بينها وبين رحمه على النهار ديال التصبين. الوغ لو جور دو لا ديسبوت اونتر لالا زبيده اي سا فوازين دي بروميير ايتاج رحمه ريجيونال بروميير اني باك لو تيكست. توجور سيلونسيو، هنا كيهضر سيدي محمد على باه، تيهضر هنا سيدي محمد على باه. توجور سيلونسيو مون بير كونتينيي ا مونجي، دائما صامتا ابي يتابع الاكل. كونتينيي ا مونجي ما مير ريكومونسا، امي اعادت من جديد. اش قالت له؟ لان هي كانت مقلقه تخاصمت مع رحمه وراجلها كياكل عادي ما عجبهاش الحال. قالت له وي tout cela ne te fait rien, كل هذا لم يعمل لك شيئا. que ta femme ان امرأتك subisse تعاني او تتلقى tous les offrants هي العقوبات سبان. ton appétit شهيتك n'est pas alors شهيتك non n'est pas affecté شهيتك لم تتأثر، يعني انا تلقيت عقوبات وتلقيت سبان من جارتنا وانت الشهية ديالك n'est pas affecté لم تتأثر. et tu manges وتأكل comme à l'ordinaire وتأكل كالعادة، يعني تتأكل بحال عادتك. moi j'ai tellement انا j'ai tellement de peine عندي ألم كبير tellement يعني كثير بزاف ديال الألم sur le cœur على القلب que je ne mangerai plus jamais حتى أنني لن آكل أبدا de ma vie في حياتي. اذا عاير تخاصمت مع صاحبتها مع جارتها، راجلها تياكل عادي، قالت لي عندي بزاف ديال الحزن حتى انني لن اكل ابدا. اذا هنا لن تاكل ابدا اش من صيغه دارت لينا زبيده، اش من قاعده دارت لينا زبيده. الوغ هنا غادي نشوفو في لي كيستيون. je ne mangerai plus jamais de ma vie لن اكل ابدا في حياتي. Alors, c'est dit Mohamed, ma mère se cachait, ma mère se cachant le visage,
أمي خبأت وجهها dans ses deux mains. خبأت وجهها في يديها الاثنتين. Poussa un long sanglot. أخرجت شهقة طويلة. يعني بدأت كتبكي بواحد الشهيق long, طويل. Et se mit à pleurer. وبدأت تبكي à chaudes larmes. وبدأت تبكي بدموع ساخنة. Elle gémissait. تتأوه. Se lamentait. ترتي يعني كتضرب كلام ديال الرتاء على راسها بقى فيها الحال ان تخاصمات مع جارتها وراجلها ما مهتمش سو دوني دو غروند كلاك تعطي لنفسها دو غروند كلاك ضربات كبيره سور لي كويس على الفخذين كتضرب فخادها شانتون سور ان نير مونوتون شانتون ماشي شانتي كتغني بحال كتعذب يعني كتهضر داك الكلام ديال الحزن Alors, chantant sur un air monotone, يعني كتعدد بطريقة رتيبة, طريقة رتيبة, طريقة فيها الملل. Et combien triste, الطريقة الرتيبة, combien triste, وكم حزينة, tous les malheurs qu'il l'avait frappé. يعني كتعدد بطريقة حزينة, tous les malheurs, كل المصائب التي أصابتها. Elle énumérait, تعدد les insultes, كتحسب لي les insultes سبال qu'elle avait reçues, كتحسب لي السبال اللي تلقات من عند جارتها رحمة. Les épithètes dont l'avait gratifié, les épithètes يعني الأوصاف التي alors أشبعتها, أشبعتها gratifié, أشبعتها, أشبعتها بالأوصاف ديال السبال. هذه زبيدة غير كتعاود لراجلها وهي راه زبيدة نورمالمون هي اللي سبت رحمة وقالت لراجلها بلا راه رحمة هي اللي سباتني وانت ما تأثرتش الشهية ديالك قالت كتاكل بشهية الوغ ريكومونسي انتريسابلومون كتعاود دون نهاية يعني كتعاود في داكشي اللي كتعاود لراجلها ريكومونسي تعيدو انتريسابلومون بطريقة غير منتهية دون نهاية Le panégyrique, كتعاود البانيجيريك المدح يعني كتعاود لراجلها على السبه اللي سبتها رحمه وفي او ميم طون كتجبد الاوصاف ديال المدح ديال اصولها وديال جدودها لو بانيجيريك بانيجيريك هو المدح ولا الثناء دو سيز انسيتر ديال اسلافها كي لدينا بار لا ميم اوكازيون لدينا في نفس المناسبه سو تروفي اوفونسي يعني في نفس المناسبة وجدوا مساءل لهم يعني أصولها جدودها لزنساتخ اللي كتمدح فيهم واللي في نفس المناسبة كتقول ليه راهم أوفونسي راهم سائليهم سباتهم زعما رحمة هي رحمة راه ما سباتها ما والو غير باش زبيدة لأن كنعرفوها ترتارة ومبالغة بغات تبين لراجلها راه انها مظلومة وخا هي اللي جبدات السبان وخا حتى رحمة انها كانت السبب لأن صبنات ليها في نهارها Se trouvait offensé, mon père rassasié, قالك أبي شبعة, الأب سي عبد السلام جاي عيان من الورشة, mon père rassasié, bu une gorgée d'eau, شرب جرعة ماء, شرب جغيمة ديال الماء, s'essuya la bouche, مسح فمو, tira à lui un coussin, جرل عندو un coussin, مخدة, وسادة, مخدة, pour s'accouder باش تكا عليها, جاية من الوكود باش تكا عليها بالمرفقو, et demanda, وعاد سول, تشرب وكلا وجرل مخدة وتكا عليها, et demanda, سألها, اش قال لمراتو, اش قال زبيدة, avec qui tu t'es encore disputé, مع من تخاصمتي, مرة أخرى, مع من تاني تخاصمتي, اذا هنا اللي قالها مع من ثاني تخاصمتي زبيده متعوده تخاصم مع جارتها لا فراز او سور ما مير قال لك الجمله كان لها على امي ان في ماجيك تاثير سحري يعني ملي قال لها مع من تخاصمتي قال لك هذه الجمله كان لها على امي تاثير سحري ال سي سا دو بلوري ال زبيده توقفت عن البكاء غلوفا لا تيت رفعت الراس Et avec une explosion de fureur, ou bin fijar l'gadab. Alors la fureur ou l'gadab, واحد انفجار ديال الغضب من زبيده, s'adressa à mon père, توجهت الى ابي, mais avec la gueuse du premier étage. قالت لي ولكن مع لا gueuse ديك السافله ديك المتسوله هنا gueuse, هنا واحد الوصف ديفافورابل, واحد لادجيكتيف ديفافورابل يعني مسيء, حاط من القيمه. ديفالوريزون قالت لي مع ولكن مع لا غوز دي بروميير ايتاج
سافله ديال الطابق الاول. لا فام دي فابريكون دو شاري، مرات صانع المحارت. الشاري هي المحرات، لان بكري كانوا تصنعوا المحارت من الخشب. فابريكون دو شاري سيت ديغوتونت كرياتور، تلك المقرفة، المخلوقة المقرفة. ديغوتونت جاية من ديغوتي، المخلوقة كرياتور، المخلوقة المقرفة. اسويي مون لينج، لطخت ملابسي بروبر النظيفة. افيك سي غوني بالشراوط ديالها، افيك سي غوني بالشراوط ديالها. كي سونت لي طابل اللي فيهم، سونت جاية من لو فيرب سونتير، اللي فيهم سونت لي طابل اللي فيهم رائحة الاسطبل، يعني رائحة الحظيرة والاسطبل، يعني البلاصة اللي فيها الحيوانات. Elle ne se lave jamais. قالت لي لم لا تغسل ابدا دوردينير. قال هنا على رحمه، قالت لها ما قالت لراجلها لا تغسل ابدا دوردينير عاده، لا تغسل ابدا عاده. Elle garde ses vêtements 3 mois. تحتفظ، كتبقى لابسه سي فيتمون حوايجها 3 mois، 3 شهور. يعني هنا كتسب، كتحط من القيمه ديال رحمه قدام راجلها، قدام السي عبد السلام، راجل لاله زبيده بنت الحاكم. 3 mois mais pour provoquer une querelle، ولكن لكي تختلق une querelle، خصاما. elle choisit، اختارت لو لندي، يوم الاثنين، لان الاثنين هو النهار الخاص بزبيده ديال التصبين. كل مرا من العيالات ديال الدار، ديال دار الشوافه، ديال لا ميزون دو لا فويونت، لي فام دو لا ميزون دو لا فويونت، كل وحده عندها نهارها ديال التصبين. واثنين هو ديال زبيده، ناضت رحمه قبل منها الصباح بكري وبدات كتصب ليها فيه. داكشي علاش زبيده من الصباح هي كتصب في رحمه، وملي جاوا الرجال مورا العشاء كملت السبان. هي فاش غادي ينوض واحد الخصام كبير عليه، غادي يفقد سيدي محمد الوعي. مي بو بروفوكي اون كوغيل، ولكن لكي تختلق اون كوغيل خصاما. Elle choisit le lundi mon jour de lessive. اختارت الاثنين يومي ديال التصبين. Pour sortir لكي تخرج سي ايون، ايون الشراوط. هنا قالت لي باش تخرج سي ايون. قالت له tu connais ma patience. قالت له انت راك عارف صبري. هذه زبيده كتعاود لراجلها. Tu connais ma patience. Je cherche toujours. ابحث دائما. À aplanir. Aplanir. تسويت les difficultés. تسويت الصعوبات. Je ne me départis jamais de ma courtoisie. لا اتخلى ابدا عن ادبي. Coutumière. Coutumière. ادبي. تواضعي. المعروف. المعهود. Je tiens cela de ma famille. اخذته هذا من عائلتي. يعني دارت راسها من عائلة مؤدبة، من عائلة كبيرة، حتى واحد ما بحالها. قالت له أخذت هذا، يعني هذا الأدب، هذا لا كورتوازي، هذا لا باسيونس، هذا الصبر. جو تيان سولا دو ما فامي، أخذت هذا من عائلتي. نو سوم توس بولي، نحن كلنا مؤدبين، يعني زبيدة وعائلتها كلهم مؤدبين. لي جون كي نو بروفوك، الناس الذين يستفزوننا par des paroles grossières، بكلام وقح. perdent leur temps، يضيعون وقتهم. ne savons conserver، alors قالت له ne savons conserver، ne savons conserver، نعرف الحفاظ على notre calme، نعرف الحفاظ notre calme، ne savons conserver notre calme، نعرف الحفاظ على هدوئنا. Et garder notre dignité ونحتفظ على كرامتنا. Elle a fallu cette pouilleuse. هذه، يعني قالت لي خاص لهذه البويوز، خاص لهذه الرديئه، يعني هذه المعفونه. وهنا رحمه وهي تسمعها راها باقا كتسب فيها، والليل والرجاله كلشي كاينين. رحمه وهي تغوت، اش قالت؟ اش قال لنا هنا سيدي محمد؟ لا فوا دو رحمه تخوا لا نوي، صوت رحمه تقب الليل. يعني ما رضاتش زبيده كتعاود لراجلها وقالت لها خاص لهاد المعفونه لا بويوز الرديئه. لا فوا دو رحمه تخوا لا نوي، صوت رحمه تقب الليل. الوغ هنا صوت رحمه تقب الليل، هنا واخا الصوت يكون قوي تيك بالدرجه كبيره، ولكن ما غاتش يتقبل لينا شي حاجه. اذا هنا اش من فيغور دو ستيل هي اللي عندكم في لي كيستيون؟ La voix de Rahma, trois la nuit. Puis, moi, Gatlium, Mafuna, Radi Ayani, moi, Anna, entendez-vous, peuple des musulmans, Atesmaoun, Ayouan Muslimoun.
يعني على الناس اللي ساكنين معاها جيرانها في دار الشوافه، لانك تسب فيها لاله زبيده. La journée ne lui a pas suffi. قالت ليها النهار كله لم يكفيها. Les hommes sont maintenant dans la maison. الرجال هم الان في المنزل. Et pourront témoigner devant Dieu. ويستطيعوا الشهاده امام الله. يشهدوا قدام الله. Qui de nous, من منا, nous deux, نحن الاثنتين, a dépassé, قد تجاوزت les limites des convenances. قلت له غادي يكونوا رجاله غادي يشهدوا شكون حنا تجاوزت الحدود المناسبه، يعني شكون اللي تعدى الحدود ديالو اليوم. الو هنا هذا هو لو تيكست، يعني النهار ديال الخصام ديال زبيده مع جارتها رحمه. اتيود دو تيكست يعني هنا دراسه النص، غيبداو لنا الاسئله. الو هنا قال لك ليزي اتنتيفمون لو تيكست اي ريبوندي او كيستيون سويفونت. قرا اتنتيفمون يعني بانتباه النص واجب على الاسئله التاليه. السؤال الاول عطاونا فيه الاسئله اللي دايره لكم في كيستيون اي ريبونس دو لا بواط ا ميرفي. راه كاين تما فيديو في اليوتيوب كيستيون اي ريبونس، غديروا كيستيون اي ريبونس دو لا بواط ا ميرفي بروف ليلى شوراكي، وغادي يطلع لكم فيديو غتلقاو الاسئله كلها ديال لا بواط ا ميرفي. هنا قال لك ا كيل جونغ ليتيرير ابارتيان. ا كيل جونغ ليتيرير، الى اي نوع ادبي ينتمي. À quel genre littéraire appartient il à أي نوع أدبي ينتمي. Alors كتنتمي لنا la boîte à merveilles. اش من نوع أدبي كتنتمي لنا la boîte à merveilles. La réponse أنا هنا الجواب عطيتكم، هنا هنا السؤال عطيتكم هنا الجواب. La réponse la boîte à merveilles est un roman autobiographique. La boîte à merveilles est un roman autobiographique. هي الجواب ديال لو جونغ. B الى عطاكم السؤال فيه ا او بي، جاوب على ا وجاوب على بي ودير داك الترقيم وخلي الترقيم مرتب. بي ا كيل دات ا تيل ايتي بوبليي، اشني هي لا دات اللي تنشرت فيها لا بواط ا ميرفي. الوغ هنا ريبونس قال لك الجواب السؤال قال لك ا كيل دات ا تيل ايتي بوبليي، في اي تاريخ نشرت، في اي تاريخ تنشرت لينا لا بواط ا ميرفي. لا ريبونس Elle a été publiée, nochirat, en 1954. En 1954, la boîte à merveille, tskitbit 1952 ou tnchrat 1954. Il y a la date d'écriture, la date d'écriture, en 1952, elle a été mise en 1954, il y a publié, nochirat, 1954. C, la question C, qui en est l'auteur? Men hou el mouellif? الجواب قالك شكون هو المؤلف، الجواب ديالها لا ريبونس، هنا دايره الكيستيون ريبونس. لوتور سي احمد الصفراوي، لوتور سي احمد الصفراوي. الا قالك عطيني لو ناراتور، لو ناراتور هو سيدي محمد. لوتور هو احمد الصفراوي، لوتور سي احمد الصفراوي. دي قالك سيتي سيتي اون اوتر اوفر دو ميم اوتور. سيتي قالك قول اسرد، قول لنا اوتر اوفر، عمل اخر ديال نفس المؤلف، عمل اخر ديال نفس المؤلف. عطيتكم اربعه ديال الاعمال، من بينهم عطيتكم شابلي دومبغ، سبحه العنبر، عطيتكم لا ميزون سيرفيتود، منزل العبوديه، عطيتكم لو جاردان سورتيليج، حديقه السحر. اذا هنا عطيتكم كجواب، انتم هما راه قال لكم غير واحد، غير اون، ملي تشوف اون عطي غير واحد، انا عطيتكم جوج باش اللي عقلتوا عليه ديروه. ريبونس عندنا اوتر اوفر دو ميم اوتور، لا ريبونس لو شابلي دومبر، سبحه العنبر، ولا كدير لا ميزون سيرفيتود، منزلو العبوديه. لا كيسيون دو، هنا لا كيسيون دو في لا سيتياسيون دو باساج، مي لا سيتياسيون دو باساج هنا تعطاتكم كسؤال تجاوب على واحد السؤال. بوغ سيتوي لو تيكست لكي تعطي وضعيه للنص دون لوفر في الروايه، ريبوندي ا سي كيسيون، قالك باش تعطي وضعيه اجيب على هاد الاسئله. قالك دون كيل تيب دو لوجمون ابيت لا فامي دو ناراتور، في اي نوع من السكن تسكن عائله الحاكي. الجواب عارفين ان عائله الحاكي كيسكنوا في دار الشوافه اللي هي دار مشتركه، كيسكنوا في بيت واحد. الوغ هنا لا ريبونس لا فامي دو ناراتور عائله، الوغ لا فامي دو ناراتور عائله الحاكي ابيت دون اون شومبر ا دار الشوافه. Alors, la famille du narrateur
عائلة الحاكي تسكن في غرفة دار الشوافة أو à la maison de la voyante أو في منزل الشوافة دار الشوافة la maison de la voyante elle est collective. Alors هنا elle est collective دار الشوافة collective يعني مشتركة collective ولا كنقولوا un logement collectif un logement collectif ولا une maison collective. هنا B ديال A deux عندنا فيها A وعندنا B B quel est قالكنا quel est le métier du père اشنو هي المهنه ديال الاب راه ملي كنت كنشرح للدراري لو رومون كنعطيهم الاجوبه ديال الاسئله ديال الجهاوي انا كنشرح الرومون في القسم وانا كنعطيهم الاجوبه ديال الاسئله اللي غادي تلاح ليهم في الجهاوي الو قال quel est le métier du père la réponse un tisserand un tisserand alors هنا عارفين ان سي عبد السلام عنده اتوليي ديال تيسرون ان تيسرون يعني خياط صانع اثواب 3 لا كيسيون 3 عندنا فيها ا وعندنا فيها بي قال كو روبروش لا مير دو ناراتور ا سون ماري كو روبروش لا مير دو ناراتور ا سون ماري بماذا تتهم ام الحاكي زوجها لانه هو تياكل ويطالع عليها الدمع على الخصام الو غادي نشوفوا لا ريبونس ريبونس لا مير دو ناراتور La mère du narrateur reproche à son mari, Omul Haki Tettahimo Zawjaha, qu'elle n'est pas affectée. Alors, Tettahimo Zawjaha, qu'elle n'est pas affectée par son malheur. Ennaho, lem yata'attar, lem yata'attar, yata'attar. Son malheur, le malheur d'Yalha, ou avec le huzn d'Yalha, le musiba d'Yalha, d'Yal khsam d'Yalha, m'ajartha. B. Justification. Alors, justification, باش نبرو من النص تبرير من النص لان عندك هنايا حتى الان الاسئله كلها الاجوبه ديالها راه من النص. Justification, تبرير ديال الجواب. Que tout cela, قالت لي que tout cela ne lui fait rien. ان هذا الشيء لم يعمل له شيئا. يعني ما اثرش عليه الخصام ديالها مع جارتها. Que tout cela ne te fait rien. هي قالت له ne te fait rien. حنا درنا لو ديسكور ديريكت انديريكت قلنا que tout cela ne lui fait rien. Que son appétit n'en est pas affecté. وان شهيته لم تتاثر. ان هذا الشيء كله ما دار له والو وان الشهيه ديالو لم تتاثر. Que son appétit n'en est pas affecté. Et qu'elle mange à l'ordinaire. وقالت له انك تتاكل عادي بحال العاده بحال ما وقع والو. La question 4. La question 4 فيها حتى هي A ou B. Alors, la phrase avec qui la mère du narrateur s'est-elle disputée? Ma amen Umm al-Haki takhasamat. Avec qui la mère du narrateur s'était-elle alors s'est-elle disputée? Ma amen Umm al-Haki takhasamat. عارفين تخاصمت مع مع رحمة لا فام دي فابريكون دو شاري لا فام كي ابيت لو بروميير ايتاج تخاصمات مع صانع العربات ادريس العواد اللي كتسكن في غرفة في الطابق الاول الوغ لا ريبونس لا مير دو ناراتور سي ديسبيتي ام الحاكي تخاصمت افيك رحمة لا فوازين مع رحمة جارتها دي بروميير ايتاج خاصمت مع رحمه جارتها ديال الطابق الاول هاد جارتها ديال الطابق الاول هي فام دي فابريكون دو شاري امراه او زوجة صانع المحارت المحرات اللي كي كانوا كيصاوبوا قديم بالخشب بي بور كيل ريزون اشنو السبب شرحت لكم السبب السبب هو النهار ديال التصبين ديال لالا زبيده صبنات ليها فيه رحمه وناض الخصام بيناتهم الوغ بور كيل ريزون Réponse à cause du jour de lessive, بسبب يوم التصبين, qui est le lundi, qui est réservé à la lazubida. À cause du jour de lessive, بسبب يوم التصبين, qui est le lundi, الذي هو الاثنين. Alors, on dirait réservé, باش ما تكونش عندنا la répétition. اليوم الاثنين réservé à المخصص للا زبيدة تخاصمو السبب ديال نهار التصبيل المخصص ديال زبيدة لا كيسيون 5 دون لا بروميير بارتي دي تيكست كو في لا مير دو ناراتور بور كونفانكر سون ماري كيلي فيكتيم دو سيت ديسبوت قالك في لا بروميير بارتي في الجزء الاول دي تيكست ديال النص
Que fait la mère Mada Amilat l'homme ديال الحاكي pour convaincre لكي تقنع son mari زوجها qu'elle est victime أنها ضحية de cette dispute ضحية ديال هذا الخصام يعني أشنو دارت زبيدة باش تبين راجلها أنها ضحية الخصام يعني هو تيا كل يوم بدات كتغوت بدات كتبكي بدات كتضرب في خاضها بدات كتلحن في الكلام باش تبين له راها مظلومة la réponse ديال 5 alors la réponse ديال 5 Elle se cache le visage dans ses deux mains, خبات وجهها في يديها الاثنتين, poussa un long sanglot, أخرجت صرخة كبيرة, يعني بكاء طويل, long sanglot, يعني شهيق طويل, شهيق ديال البكاء, et se mit à pleurer, وبدأت تبكي, à chaudes larmes, بدأت تبكي بدموع ساخنة, elle gémissait, se lamentait. تتأوى تتألم ترتي لنفسها الرثاء والألم والشكوى 6. La mère du narrateur brosse un portrait dévalorisant de la femme avec